مرحبا، أنا أريج هناندة، خبيرة التجميل من مجلتين نكهات عائلية وفمي فليفرز. رح نحكي معكم مواضيع بتعلق بالميك اب ببودكاست من وراء المايك. موضوع رح نحكي فيه اليوم اللي هو حيل المكياج، أو بنقدر نقول tips and tricks اللي نقدر نستعملها بالميك اب. أهم واحدة من حيل المكياج اللي هي استخدام الكوريكتر. إذا كان عنا هالات سودا بالوجه أو تصبغات بنية، نقدر نستعمل الكوريكتر اللي بيكون لونه برتقالي. نقدر بنشوفه دائما بيكون موجود بباليت الميك اب او بيكون موجود لحاله. نقدر نستعمل كميه بسيطه كتير نغطي فيها منطقه الهالات السوداء او التصبغات البنيه اللي احنا حابين نخفيها، ونعمل بليند بطريقه صحيحه لإله ما تكون كميه زياده، وبعدين نغطيه بالفاونديشن. نفس الوقت اذا كان عندنا حبوب حمراء او تصبغات حمراء على الوجه، نقدر نستعمل كوريكتر اللي لونه اخضر. بنفس الطريقه بنحط كميه بسيطه على المنطقه اللي احنا حابين نخفيها، نعملها بلند سواء بالبيوتي بلندر او بفرشاي، نعملها بلند بطريقه صح قبل ما نحط طبقه الفاونديشن. حيله ثانيه من حيل الميك اب اللي هي تكثيف الرموش. كيف بنكثف الرموش؟ بس حتى لو استخدمنا مسكارا مكثف للرموش بس حابين نعطيهم كثافه اكثر، نقدر نستعمل فرشاي اللي بتكون كتير صغيره وبنغطي فيها بالكحل الاسود الجفن العلوي لمنطقه الرموش اللي هي جذور الرموش من جوا. هذا بيعطينا ظل وبيعطينا كثافه اكثر للرموش. بنفس الوقت بمنطقه العيون اذا حابين نعطي للعين مساحه اكبر، نقدر نستعمل الكحل الوانه فاتحه سواء كان ابيض او كان ذهبي او كان فضي. اذا استعملنا الالوانه غامقه رح نصغر العين ونقلل من حدتها، اذا حبينا نوسعها بنستخدم الالوان الفاتحه. من حيل الميك اب اللي بنقدر نستعملها بمنطقه الشفايف في عنا اكثر من وحده. اولا اذا احنا حابين انه الليبستيك يضل معنا بفتره اطول، نقدر نستعمل الفاونديشن او الكونسيلر اللي احنا مستعملينه كاساس تحت الليبستيك اللي احنا حاطينه، بعدين بنحدد بالليب لاينر للشفايف وبعدين بنحط الليبستيك، هيك بنضمن انه يضل لفتره اطول. اذا كان الليبستيك اللي عندنا فيه لمعه واحنا حابين يكون مات فينش للليبستيك ويكون ما فيه لمعه ابدا، نقدر نحط محرمه على اللبس ونطبطب بفرشاي بالباودر الترانسبيرنت اللي احنا بنستعمله كسيتنج باودر للبشره، بنحطه فوق المحرمة وبنغطي فيه منطقة الشفايف كاملة، بيعطينا هذا المات فينيش اللي احنا حابينه. وفي كمان شغلة، إذا حابين مثلا لون معين من ألوان الليبستيك يكون متناسق مع لون الأي شادو اللي احنا استعملناه وما عندنا هذا اللون، نقدر نستعمل الفازلين أو الليب بام اللي بيكون لونه شفاف، بنحطه على منطقة الشفايف وبعدين نستعمل الباودر تبع الأي شادو بفرشاية صغيرة ونطبطب فيها فوق الفازلين اللي احنا حاطينه لحتى ناخذ اللون اللي احنا حابينه. في واحدة كمان من حيل الميك اب انا ما بعتبرها حتى حيلة، بتقدروا تستعملوها دائما حتى لو كان عندكم مستحضرات تنظيف البشرة، اللي هي استخدام الزيوت الطبيعية اللي بتكون دائما موجودة عندنا بالبيوت مثل زيت الزيتون او زيت جوز الهند لحتى ننظف فيها الميك اب عن البشرة. هيك بنقدر ننظف الميك اب بنفس الوقت بنحافظ على نضارة وترطيب للبشرة. اتمنى انه يكون الموضوع عجبكم. كنت معكم انا اريج هناندي، خبيرة التجميل من مجلتين نكهات عائلية وفاميلي فليفرز، في بودكاست من وراء المايك.